بعض الخبراء أو يقال أو حسب ما يقولون أنه درجات الحرارة اللي تسجل وتذاع أنه درجة الحرارة في فلان محافظة هلقد هي درجة حرارة الهواء في الظل وليس تقاس يعني تحت أشعة الشمس المباشرة صح نشوفها محافظات إيه لا صحيح إحنا تقريبا أقول لك فرق درجة الحرارة في الظل عن الشمس تقريبا 10 درجات لأن إحنا عالميا إحنا لأن تعرف إحنا الأنواع يعني إذا سجلون 51 يعني هي 61 61 بالشمس لأن إحنا وفق معايير تعرف لأن الهيئة العامة للأنواء الجوية مرتبطة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والعراق عضو مؤسس من عام 1950 بالمنظمة العالمية نعمل وفق معايير المنظمة العالمية هذه درجات الحرارة تقاس في الظل وتقاس وفق معايير يعني هناك صندوق يعني يرتفع عن سطح الأرض تقريبا متر ونص نعم. هذا بنوافذ يعني بفتحات حتى لونه يكون أبيض على مود أشعة الشمس وداخل هذه الصناديق محارير لقياس درجات الحرارة لذلك احنا شفته مثل ما نوى جنابكم الكريم مثل اللي يجي الأخوة يقول لك يا بنت مطينيها 40 أنا قرأ على دشبول السيارة 50 صحيح بالشمس تنقلي.